يتحدث بايدن عن دولة فلسطينية، أي دولة فلسطينية؟ الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ 30 سنة، سواء ديمقراطية أو جمهورية، هي كانت تقول أنها محل الدولتين، ولكن على الأرض لا تفعل شيئاً لتثبيت حل الدولتين. الرئيس بايدن يدفع ثمناً باهظاً لهذا الدعم اللامتناهي لإسرائيل في حربها على غزة، وهو يحاول أن يقلل الأضرار داخلياً داخل حزب الديمقراطي، وخاصة الجزء المتقدمي منه في الحزب وأيضا في العالم العربي.